السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعيش مع سوريا وأحزان سوريا، هنتكلم عن الحياة الصعبة في سوريا وإيه الراتب اللي يكفي الناس عشان تعيش حياة كريمة. يلا نعرف التفاصيل. في سوريا وجبة لشخص واحد في اليوم مكونة من فلافل وعيش بدون طماطم ولا خيار تتكلف كام فكركم؟ عارفين كام؟ 7000 ليرة، لأن سعر الليرة وقيمة العملة السورية انخفضت انخفاض كبير، فالدولار في 1400 ليرة دلوقتي. تخيل لو انت عايز تحبس بعد أكلة الفول والفلافل بشاي أو قهوة وتقعد كده في كافيه، تدفع كام؟ تدفع من 300 ليرة ل 700 ليرة ويمكن أكتر على حسب المكان اللي هتقعد فيه. هل مكان 5 نجوم ولا مكان بسيط؟ طب إيه الراتب اللي يكفيني في الشهر هناك في سوريا؟ لو أنت عندك أولاد من 4 ل 5 أولاد، الراتب ده من 900 ألف ليرة لمليون ليرة. قبل الحرب في سوريا كان الدولار عامل 50 ليرة، دلوقتي الدولار عامل 1400 ليرة. حياة صعبة جدا. في ناس كتيرة تكتفي بوجبتين، فطار وغدا وما فيش عشاء. مين هيجيب الفلوس دي كلها اللي هو في الشهر مليون ليرة عشان يعيش بس حياة بسيطة وحياة كريمة؟ ونختم بأبيات جميلة للشاعر عبد الكريم العراقي. وانت بتقرأ الأبيات دي تحس ان هي بتتكلم عن المعاناة والمأساة اللي بيعيشها الشعب السوري. القصيدة بتقول: تذكر كلما صليت ليلا ملايين تلوك الصخر خبزا، تذكر كلما صليت ليلا ملايين تلوك الصخر خبزا، على جسر الجراح مشت وتمشي وتلبس جلدها وتموت عزا، تذكر قبل أن تغفو على أي وسادة أينام الليل من ذبحوا بلاده، قلبي على جرح الملائكة النوارس إني أراهم عائدين من المدارس، باست جبينهم المآذن والكنائس كتبوا لكم هذا النداء، وطني جريح خلف قضبان الحصار. اللهم فك الكرب عن الشعب السوري، وفك الكرب عن كل إنسان مسلم تعرض للظلم في هذا العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.